السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. في فيديو اليوم حبيت نشارك معكم بعض المشتريات الخاصة بالنباتات. طبعا الآن فصل الشتاء ما كاش نباتات تتباع، إذا فشريت أدوات أخرى ممكن نستعملها. نبدأ بأول هذا الانفلوب، هذه اللي موجود فيها الأداة الأولى أو الوسيلة اللي حنستعملها في زرع النباتات. كما تعرفوا رانا في فصل الشتاء، الجو بارد، فدايما لما نحاول نعاود نقصص أي نباتات فأقوم بذلك داخل المنزل وتصرى كارثة، يعني التربة توقع في كل مكان. إذا وجدت هذا اللي هو عبارة عن قطعة، مش قماش، لا أعرف المادة تاعها، يعني هي شغل بلاستيك لكن من بلاستيك صلب يعني خشين، اللي نقدروا نطويوها. عندها بعض هذو القفال يعني اللي ليزاتاش، نغلقوهم وتصير شكلها يعني وكأنه عبوة عالية، يعني عندها أطراف حواف عالية، ونقوموا بالغرس فيها هكذا التربة تاعنا ما تطيحش في كل مكان. إذا هذه أول وحدة شريتها، والشيء الجميل أنه لما نكملوا العمل نطويوها، نعود نمسحوها نطويوها، وما تاخدش مساحة أو مكان كبير من أجل وضعها في يعني تخزينها في أي مكان في موجود في المنزل. إذا هذه هي الشيء الوحيد، لأني كنت تقريبا كنت يعني وجدت أنه حجمها أصغر مما كنت ما أتوقع. لما شفت القياسات في الإنترنت أعتقدت أنها تكون أكبر، يعني نقدر نعمل فيها أكثر، لكن معليش حوالي 80 سنتيمتر أعتقد، لكن كنت متوقعة تكون أكثر، معليش. المهم هذه أول شيء، إذا إن شاء الله راح نقص من الكوارث تاع التراب اللي نعملهم. الآن ننتقل للعلبة هذه اللي موجودة فيها أداتين. واحدة فيهم شفتها في إحدى المجموعات تاع الفيسبوك، واحد المرأة تاع مجموعة نباتات، واحدة حطت الصورة وقالت بلي شرتها، فقلت عمري ما سمعت بلي كاين هذه الأداة تباع. هي قارورة بخاخة، يعني أحيانا نستعملوا القواري البخاخة يا إما باش نرشوا الأوراق فقط بالماء، أو نحطوا فيها المبيدات باش نحاربوا بها الحشرات الموجودة على الأوراق، لكن هذه عندها خاصية خاصة. الأداة الثانية هذه شفتها في إحدى فيديوهات اليوتيوب تاع واحدة أخرى يوتيوبر، لكن ما شريتش نفس العلامة، لأنه العلامة اللي اقترحتها وجدتها شوية يعني خفيفة. هذه من أجل وضع بطاقات بأسماء النباتات. طبعا أنا شريتها على جال النباتات، لكن ممكن أن تستعمل لكل الأغراض، حتى أني ممكن نستعملها لأغراض منزلية أخرى. إذا نبدأ بالأولى. إذا كما قلت لكم هذه قارورة بخاخة لكنها كهربائية، يعني ما نحتاجوش أننا حنايا بيدينا نقعدوا نضخوا في القرعة، لأنه مع الوقت خاصة كما شفتوني في الفيديو وين كنت نحارب الحشرات كانت عندي ديك القارورة، إذا كان عملتها فأحيانا أصابعي توجع. إذا هذه ما علينا غير يعني نحطوا الإصبع تاعنا على زر واحد والعمل يندار وحده. إذا هذه القارورة العبوة تاعها هو 1 لتر. إذا كما راكم تشوفوا هاوليك، هذا هو الجزء العلوي، هذا هو الزر اللي لازم نقفلوه، ويتم شحنها عن طريق يعني اليو اس بي عنده، ونديروها مع أي شاحن تاع يو اس بي كمبيوتر، ولا بالشاحن تاع الهاتف، ولا اي شيء. وهنايا طبعا اذا هذا هو الكابل، نوريه لكم. اذا هو صغير، قمت بشحنها بعد ما يعني شريتها وقمت بشحنها، يقول لك اول مره شحنوها 3 أو 4 ساعات من اجل انها تشحن بطريقه كامله 100%، ومن بعد تشد لكم عده ساعات من العمل. انا مازال ما استعملتهاش بزاف، استعملتها مره او مرتين، لكن ممتازه، يعني فقط من الضغط على الزر وتقوم بالعمل. دوك نوري لكم بعد ما نركبها، نوري لكم التجربه اللي قمت بها. اذا هذه هي، اذا نوضعوا هذا على في كما قلت لكم جهاز كمبيوتر ولا الشاحن تاع الهاتف، ولا المهم يكون عنده يو اس بي، وهذو الاضواء يعني يبينوا بلي راهي شعله، كي تعود شعله وعندها الشحن فالاضواء تكون شعله. وهنا كتيب صغير اللي يشرح طريقة العمل وأيضا احتياطات الاستعمال، طبعا لأنه كهربائية فالجزء العلوي ما لازمش يبقى في الماء ولا نحطه في الماء. فعلا ممتازة. الشيء الوحيد اللي ما عجبنيش فيها أنه العبوة 1 لتر، فبالخفت خلاص، إذا دايما لازم نعود نعمرها، وإلا فبعد ما جربتها على النباتات فهي رائعة. إذا راكم تشوفوها الآن خلال العمل، إذا هنا وعندها عدة يعني نقدروا نغيروا طريقة الرش، يعني يا إما يكون كيما هكذا راكم تشوفوا البخ هذايا بطريقة
منتشرة يعني، وكما أنه نقدروا نغيره باش إذا حبينا الماء يتجه في يعني الاتجاه واحد، فما علينا غير نغيره الوضعية تاع البخاخ. هذا هو إذا كما قلت لكم يعني عجبتني صح، ربما ثمنها كان غالي شوية لأنه العبوات الأخرى اليدوية نشريها بدولار أو بدولارين، هذه كانت شوية أكثر لكن ممتازة. آخر أداة كما قلت لكم هو هذه الأداة اللي نصنع بها البطاقات من أجل تعليم النباتات. كما تعرفون نحب دايما نحط أسماء النباتات فوق كل يعني وعاء أو كل إصيص باش نتذكر الاسم تاعها، لأنه من الضروري أنه الواحد يعرف اسم النباتات، لأنه لما تعرف النبتة اسمها نقدر نقوم ببحث لإيجاد معلومات عن الرعاية والعناية الممتازة أو العناية المناسبة لهذه النبتة. وهذا هو السبب اللي خلاني نعمل معكم سلسلة جديدة تاع كل يوم نبتة، حبيتكم في كل مرة تتعرفوا على نبتة بكل أسمائها بالعلمي بالاسم يعني المستعمل، هكذا باش تقدروا تبحثوا على معلومات أكثر، لأنه على بالي بلي هذيك السلسلة يعني قصيرة نعطيكم معلومات عامة، لكن أهم شيء أنكم تتعرفوا على اسم النبتة. إذا راني نحاول نفتح هذه العبوة تاع البلاستيك، شوية صعبة، إذا أقوم بفتحها. تمشي بالبطاريات هذه بريبيل اذا، ويجوا معها هادو لي غولو تاع الورق اللي ينطبع فيه، يجي واحد لداخل بالاضافه الى اثنين واحد اخرين اضافيين. عندنا هنايا المانيوال يعني الكتيب اللي يشرح طريقه العمل تاعو، وهاي ليك الجهاز اذا، وحتى حطوه عنده هذا اذا حبينا نعلقوه في اي مكان، فممكن يعني بالمغناطيس تحطوه في الثلاجه ولا في اي مكان ويبقى تما للحصول عليه في اقرب فرصه. اذا راح نجربها معكم، نحاول بعد ما قريت شويه المعلومات كيفاش يعني تمشي هذه العمليه. اذا انا وضعت البطاريات، تحتاج 4 بطاريات، وهذاك الزر اللي على الجانب هو اللي يسمح بقص البطاقة، إذا نشعلوها من الزر الأحمر ونجربها معكم. هذه أول مرة، إذا راح ناخذ إحدى النباتات تاعي. الشيء اللي عجبني أنه عندنا عدة تركيبات نقدروا نديروها بالنسبة لحجم الكتابة، نقدروا نديروها كبير صغير متوسط إلى آخره، حتى طريقة كتابة الحروف أيضا مختلفة، وفيها يعني بزاف يعني نقدروا نحطوا حواف إلى آخره. أنا استعملتها بالطريقة العادية يعني ما حبيتش نكثر. إذا الأسماء طبعا الحروف هي الحروف اللاتينية فقط، يعني ممكن نكتبوها بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالاسم العلمي اللي هو عادة اسم لاتيني. اذا هذه هي حنجربها معكم، راكم تشوفوا هذه كل الطرق اللي نقدروا نستعملوها داخل هذه الآلة، يعني حروف ارقام كل شيء. راني نجربها معكم. هنا الحروف نقدروا نكتبوها بالحروف الكبيرة يعني ماجيسكول، وكما نقدروا نغيروها ونعملوها مينيسكول. اذا اخطأنا ممكن طبعا نمحيو، يا اما حرف واحد او نمحيو الكلمة كلها. اذا الى حبينا نمحو كل شيء فهناك هذا الزر اللي يقول clear all ويمسح كل شيء اذا حبينا نعوده من جديد. اذا هذه هي، الان ناخذ احدى النباتات، هذه احدى نباتات الهويا، راح نوري لكم الطريقة كيفاش نصنع البطاقة تاعها ونلصقها عليها ونرجع لكم في الاخير. اذا الان بعد ما كملتها نضغط على الزر تاع الطبع برينت، راكو تشوفوا دوكا حتخرج من الجانب البطاقه، سيتم طبعها على الورق يعني هذاك الغولو اللي كنت وريته لكم في البدايه اللي جا معها. اذا هاي ليكون نضغطوا على هذا الزر اللي في الجانبي من اجل قص البطاقه. اذا هاي ليك قصيناها، الان ما عليا غير نحي الجزء اللاصق في الوراء باش نقدر نلصقها في الوعاء. اتمنى انه مشاركتي بهذه الادوات اللي شريتها معكم اعطتكم افكار لطريقه العنايه بنباتات. تقدروا طبعا كيما انايا هذاك
الغطاء اللي شريتوه في البداية باش نستعمله من أجل غرس النباتات، ماشي شرط تشروه، ممكن تاخدوا أي أداة عندكم وتخيطوهم في الأطراف وتصير عندكم يعني مكان لإعادة تأسيس النباتات. المهم أشكركم على المتابعة، نتلاقاو في الفيديو القادم. سلام.